فبدوك النهر المنسالي جاءوا للحل على شوق فجزهم الجنة يا باري فجزهم الجنة يا باري أسعد يا ربي والدتي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أم مارينا إيلين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم في وصفة اليوم درت لكم شوربة بالفيغميسال، وصفة بزاف بنينة وسهلة وتوالم أيام رمضان هيك نبدلو. وش عندي في الوصفة هذه؟ عندي ملح فلفل أسود، عندي شوية نعناع مرحي وملعقة طماطم، وعندي نعناع ورق، وعندي هنا يا بصلة وسنة عتوم وحبة طماطم مقشرة ومعدنوس، ديروا معدنوس وكرافس. رحيت أنايا هنا البصل، وعندي القطع هذوك تاع الدجاج زدت عليهم البصل والثوم وطماطم والمعدنوس، رحيتهم كامل مع بعضهم وحطيتهم. هنا زدت عليها 3 ملاعق تاع زيت، ومن بعد زدت عليها المكونات الاخرين اللي هما طماطم وفلفل اسود ونعناع مرحي ونعناع ورق والملح، خلطها كامل. وهنايا نحطها تتقلى على النار، نقليها مليح مليح فوق النار حتى هذاك البصل يذوب وتتقلى مليح، ومن بعد نبدا نمرق فيها بشويه، نزيد لها شويه ماء حتى ان نكمل ونمرقها مره واحده. هنايا مازلت نقلي فيها ونمرق بشويه حتى نوصل للقوام اللي حبته. وانايا هنايا مرقتها كامله خلاص، وخليتها يطيب هذاك الدجاج شويه. هنا راني نشوف فيه اسكو طاب ولا لا، كي يقرب يطيب وباش نحط الفيغميسال باسكو يطيب ليه ليه هي. المهم هنايا حطيت الكاس تاع الفيغميسال وغطيتها وخليتها حتى نطيب. نزيد لها هنا في الاخير زدت لها قرن تاع فلفل وشويه نعناع وخلاص. تخليها مده شويه حتى نطيب، وهنا يا ها هي طابت، نشوفوها في صحن التقديم. ها هي الشوربة تاعي بعد ما طابت، شوربة جات بزاف بنينة. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم، والسلام عليكم.